نعم أحمد، قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة نابلس بعد أن أصابت 12 مواطنا فلسطينيا، بينهم 9 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والبقية في حالات اعتداء تم نقلهم بواسطة سيارات الهلال الأحمر من البلدة القديمة في مدينة نابلس إلى مستشفيات المدينة. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت البلدة القديمة وتمركزت في مركز مدينة نابلس، المركز الرئيسي لمدينة نابلس، وبدأت بإطلاق الرصاص باتجاه شبان فلسطينيين ما أدى لإصابة هذا العدد الكبير من الشبان خلال هذا الاقتحام الذي انسحبت منه قوات الاحتلال قبل تقريبا نصف ساعة من الآن. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وذلك بعد أن انسحبت أو في التوازي مع انسحاب قوات أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين. في جنين حيث تركت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمار هائل خارج مخيم جنين في الشوارع مدينة جنين، تدمير لممتلكات خاصة للمواطنين الفلسطينيين، تدمير لمحال الخضروات في هذه المدينة، وتدمير للشوارع وتحفير لشوارع في محيط مخيم جنين وقطع الشوارع المؤدية من مخيم جنين إلى المستشفيات. هو اقتحام تدميري فعليا ركزت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركز مدينة جنين ودمرت ما دمرت بالجرافات العسكرية الإسرائيلية من محال تجارية وبسطات لتجار فلسطينيين يعملون في وسط هذه المدينة. كل هذا دمرته جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تنسحب قوات الاحتلال صباحا من مدينة جنين، واعتقلت قبل انسحابها 3 مواطنين فلسطينيين، وحصلت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال طوال فترة اقتحامها في ساعات الليل لهذه المدينة مدينة جنين ومخيم جنين. ويعتبر الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاما بطيئا وانسحابا سريعا من هذه المدينة تحسبا للكمائن كما حصل في الأيام الماضية. ولكن الملاحظ في جنين ونابلس أحمد هو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت أن لا يكون هناك تصعيد، وتحديدا مع أي سيصل وزير الخارجية الأمريكي إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذا ما قلناه بالأمس عندما بدأ اقتحام مدينة جنين. إن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستنفذ اقتحاما واسعا في الوقت الذي سيكون فيه وزير الخارجية الأمريكي في رام الله، هي فعليا نفذت اقتحام تدميري وانسحبت من المدينة. وفي نابلس لاحظنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع قرب وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى رام الله غير من تكتيكاته وأنزل بنادقه مترا إلى أسفل أجساد الفلسطينيين، وبدل أن يطلق النار على رؤوس الفلسطينيين كل الإصابات في نابلس هم في أقدامهم. إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي يغير حتى من طريقة إطلاق النار على الشبان الفلسطينيين. 9 شبان فلسطينيين في نابلس كلهم أصيبوا بالرصاص الحي في أقدامهم. في أوقات سابقة كان جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يقتحم نابلس بهذه الطريقة ويصيب قناصته فلسطينيين كان يخرج وخلفه 9 شهداء، وهكذا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تظهر وكأنها لا تريد تصعيد الآن في الضفة الغربية، ولكن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تغير أماكن إطلاق النار من رؤوس الفلسطينيين إلى أقدامهم. هذا ما نلاحظه خلال هذه الاقتحامات أحمد، سواء لجنين أو لبقية المناطق.